السلام عليكم. لا تزال تداعيات الزلزال الكارثي الذي ضرب 10 ولايات تركية بقوة 7.7 وأجزاء من سوريا مستمرة حتى اللحظة، خصوصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وحصول ما يشبه المعجزات، إذ نجحت الفرق في إنقاذ عدد من الأشخاص بالرغم من مرور 9 أيام على هذا الزلزال المدمر. وفقا لهيئة الكوارث والطوارئ التركية، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال جنوبي البلاد إلى أكثر من 36,000 شخص، فيما لا يزال هذا الرقم قابل للزيادة بسبب استمرار عمليات البحث بين الأنقاض، بينما وصل عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 5,800 شخص. كيف استقبل الأتراك هذه الكارثة؟ وما حجم الاستجابة الإنسانية من دول العالم لتداعياتها؟ وهل نجح صوت التضامن والدعم على أصوات الفرقة والخصومة؟ وماذا عن العمل الطوعي في إغاثة المنكوبين والتخفيف عنهم؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع هذا اللقاء الخاص مع الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين، رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا، والذي يتطوع حاليا في جمعية حجر الصدقة التي تعمل في مناطق الزلزال. Diyarbakır'da deprem sonrası hayatını إذا نجدد الترحيب بالأستاذ حمزة تكين. في البداية خالص التعازي للشعب التركي وطبعا لكل إنسان تجاه ما حدث من كارثة الزلزال في الجنوب التركي والذي أثر أيضا في سوريا ودول أخرى عربية. كيف هي أحوال تركيا بعد أكثر من 9 أيام من هذا الزلزال؟ يعني حياكم الله، بداية شكر الله سعيكم. طبعا الكارثة كبرى سيدي الكريم، المأساة كبيرة، 9 أيام ونحن نتواجد في الميدان، عدنا مؤقتا حاليا إلى إسطنبول، ولكن ما شهدناه يعني خلال الأيام تلك فعلا كارثة حلت بالجنوب التركي وكذلك بالشمال السوري، مدن بأكملها مدمرة بشكل فظيع بمشاهد فعلا مرعبة، وبالتالي عدد الضحايا كبير، عدد من توفوا كبير جدا وعدد الجرحى كبير جدا. رغم هذه المأساة كلها ورغم هذا الوجع كله، أستطيع أن أتحدث أن تركيا بدأت بمسيرة خروجها من هذه المأساة لتستمر بمشروعها الكبير الاقتصادي والسياسي والتنموي والاجتماعي، وبالتالي هي مرحلة صعبة الآن تمر بها تركيا، ولكن نحن على يقين بناء لما رأيناه وبناء لما نسمعه من المسؤولين الأتراك والشعب التركي، نتوقع أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة إن شاء الله بنجاح. سنتحدث عن قضية الخروج من هذه الأزمة والكارثة التي وقعت، لكن قبل ذلك وأنت كنت في مناطق الزلزال، نريد أن يعني نعرف أبرز ما لاحظته من خلال هذه الزيارة. هناك من يقول ربما وكأن القيامة قد قامت في تلك المناطق، هناك دمار بشكل واسع لمناطق عدة في 10 ولايات تركية، لو تعطينا ملامح ما رأيته. نعم فعلا، من قال أن هذا التعبير أن القيامة وكأن القيامة قد قامت معه حق بكل تأكيد. المباني مدمرة بشكل كامل، عشرات آلاف المباني مدمرة بشكل كامل أو بشكل يعني أكثر من 90% منها مدمر، وبالتالي فعلا مأساة وكارثة كبرى.
نجد الدمار من حيث الحجارة والحديد، ولكن رأينا الروح المعنوية العالية لدى المنكوبين رغم مأساتهم، رغم من فقد منزله وفقد أفراد من عائلته أو أصدقائه، ولكن فعلا رأينا يعني معنويات مرتفعة للخروج من هذه الأزمة وعدم البكاء على الأطلال. نعم المأساة مأساوية والوجع كبير، ولكن فعلا من يتجول في تلك المناطق وخاصة في ولاية هاتاي وفي أنطاكيا بالتحديد يرى الدمار الكبير ويعني حجم الألم في تلك المناطق. كثير من الأماكن التي زرناها من قبل، يعني قبل الزلزال خلال السنوات الماضية، رأيناها مدمرة مع الأسف، وبالتالي هذا أثر كثيرا يعني من الناحية المعنوية ومن الناحية النفسية بنا. أماكن زرناها، جلسنا فيها، عشنا فيها لأيام ولأشهر، مع الأسف تدمرت بشكل كامل. ولكن يعني رغم هذه المأساة، رغم هذه الصور الموجعة، رأينا أيضا كيف كانت الإرادة قوية لدى خاصة فرق الإنقاذ التركية عندما كنا نساهم بإخراج بعض الأحياء من تحت الركام. كانت المشاهد فعلا مميزة من الناحية الإنسانية. وهذا ما أريد أن أسألك عنه سيد حمزة تكين، يعني من أول لحظات الزلزال وهناك استجابة في إنقاذ المنكوبين، هل هناك استراتيجية كانت مطروحة من أجل التعامل مع كارثة مثل هذه؟ يعني أستاذ الكريم، تركيا يعني بلد فيه الكثير أو يحدث فيه الكثير من الزلازل. تركيا لديها تاريخ حافل بمثل هذه الكوارث الطبيعية، ولكن هذه المرة كان الزلزال قوي جدا، وليس زلزال واحد، هو مزدوج. الزلزال الأول 7.7 والثاني بعده بعشر ساعات تقريبا 7.6، وبالتالي الزلزال مزدوج، وكل نصف ساعة إلى ساعة هناك هزة أرضية قوية بين 4 درجات إلى 5 درجات في المنطقة. حتى هذه اللحظة يعني وأنا أتكلم معك قبل قليل حدثت هزة أرضية قوية في ولاية بالاطيا. أيضا هذه الولاية تعرضت لضرر كبير جراء الزلزال المزدوج الماضي، وبالتالي الأزمة ما زالت مستمرة فيما يتعلق بالزلازل والخطر. إدارة أفاد، إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قالت قبل ساعات إن هذا الزلزال المزدوج هو الأكبر والأعنف في منطقة الأناضول منذ 2000 سنة، وبالتالي فعلا كارثة كبرى. لذلك تركيا نعم أستطيع أن أقول لك أنها لديها استراتيجية للتعامل مع مثل هذه الكوارث، ولكن هذه المرة كانت الكارثة أكبر وفوق المتوقع، ولكن نجحت الحكومة التركية باللحظات الأولى فيما يتعلق بعمليات الإغاثة، إغاثة الناجين بالدرجة الأولى من الطعام والشراب والمواد الغذائية والأدوية ومواد التدفئة. نحن في برد قارس جدا في هذه الفترة من السنة. كذلك نجحت بإيصال فرق الإنقاذ إلى كل المناطق المنكوبة في اليوم الأول من الزلزال، حتى في النصف الأول من اليوم الأول من الزلزال، وبالتالي برأيي هذا نجاح حققته إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، وبالطبيعة الحال مع كل المؤسسات الأهلية في تركيا والجمعيات المعنية بقضايا الإغاثة. نعم طبعا، أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو تحدث أيضا أن هذه الكارثة هي من أكبر الكوارث المميتة والمروعة في أراضي الحلف منذ تأسيسه. هل هذا الحجم من حجم الكارثة الكبير يعني يجعل يعني الحديث والمزايدة على الحكومة التركية ربما يختفي، وأن المطلوب الآن التضامن والدعم من أجل التخلص جميعا من نتائج هذه الكارثة؟ يعني بعض التصريحات التي رأيناها خاصة في الداخل التركي فيما يتعلق باستهداف الحكومة التركية هي مجرد زوبعة في فنجان لم تؤثر على الإطلاق. مساء أمس ولمدة 7 ساعات أطلق في تركيا أو أطلقت حملة كبيرة واسعة على مئات من الشاشات التلفزيونية والإذاعات الراديو، وكثير ممن تبرعوا في هذه الحملة التاريخية والملحمة الكبرى التي سجلها الشعب التركي بالتبرعات المالية هم من المعارضين وبعض رؤساء الأحزاب في المعارضة التركية، وبالتالي التصريحات لاستهداف الحكومة لم تجدي. وإلا يعني سمعنا بعض التصريحات على سبيل المثال يستهدفون إدارة الكوارث التركية أفاد، وأنها لم تنجح وأنها فشلت بإدارة الأزمة وأنها تسببت بوفاة الكثيرين نتيجة عدم وصول فرقها منذ اللحظات الأولى. نفس هؤلاء الذين صرحوا هذه التصريحات في الداخل التركي أمس شاركوا بحملة دعم أفاد
ملايين الليرات وعشرات آلاف الليرات. يعني أنت تقرأ ذلك أنه في سياق تناقض. في سياق شهادة اعتراف بجهود هذه الإدارة. طبعا يعني من شارك من المعارضين أمس بهذه الحملة ودعمها خاصة لأفاد، الحملة كانت لأفاد والهلال الأحمر التركي، نعم. والجزء الأكبر من الحملة كان لأفاد. يعني أنت عندما تشارك بالحملة وتدعم أفاد وأنت رجل سياسي ولديك حضور سياسي ولديك حزب كبير هنا أو هناك في المعارضة التركية، وبالتالي هذا اعتراف عملي بأن أفاد نجحت، وإلا لو أنت صادق بالتصريحات التي استهدفت بها أفاد لما شاركت بهذه الحملة ولا استمريت على موقفك. لذلك فعلا أفاد نجحت. أستاذي الكريم، أمس في 7 ساعات جمع الشعب التركي أكثر من 6 مليار دولار، نعم، أكثر من 6 مليار دولار. وهذه الدعوة لهذه الحملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإغاثة المناطق المنكوبة، وبالتالي نستطيع أن نقرأ من هذا الرقم الهائل ومن أكثر من 9 ملايين رسالة SMS أرسلت لهذه الحملة فقط خلال 7 ساعات أن هناك ثقة كبيرة بالحكومة التركية وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نعم، بالتحديد في إدارة هذه الكارثة، وإلا لما أرسلت، نعم، كل هذه التبرعات في هذه الحملة. وتبدو أن هناك أيضا رسالة أخرى من خلال هذا التفاعل الكبير مع الحملة، أنه هذا وقت التضامن وليس وقت المزايدات السياسية. طبعا طبعا طبعا، اليوم وقت التضامن. من سيتكلم من السياسيين الأتراك لأي جهة انتمى سواء معارض أو موالي بتصريحات سياسية وبشؤون سياسية في هذه الفترة، برأيي سيخسر كثيرا من الشعب التركي ومن شعبيته في الشارع التركي في المرحلة المقبلة، بعيدة أن تخرج تركيا من آثار هذا الزلزال المدمر. الشعب التركي سيحاسب كل شخص وكل مسؤول وكل جهة سياسية استغلت هذه الأزمة لتحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب دماء الأبرياء والدمار الهائل في الجنوب التركي. نعم، دول العالم عربية وإسلامية وكذلك في أوروبا وغيرها كان لها أيضا استجابة لهذه الكارثة ومحاولة مساعدة تركيا، كيف تقرؤون هذه الاستجابة العالمية؟ استجابة كبرى بطبيعة الحال، تقريبا نحو 100 دولة أو أكثر بقليل أرسلت المساعدات إلى تركيا، تقريبا 86 دولة أرسلت فرق للإنقاذ إلى المناطق الجنوبية في تركيا، المناطق المنكوبة، وبالتالي هذا يؤكد قوة تركيا. يعني ما كان العالم ليهب بهذه الهبة لولا قوة تركيا، يعني القوة التي استطاعت تركيا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي استطاعت أن تؤمنها لنفسها خلال العقدين الماضيين، ها نحن نراها اليوم، تكاتف دولي وعالمي مع الجانب التركي فيما يتعلق بهذه الكارثة. ولكن لنخصص هنا أكثر أن جل الدعم والدعم الأكثر تأثيرا إيجابا على أرض الواقع كان من الدول العربية والدول الإسلامية والدول الآسيوية كذلك، ولكن مع الأسف الشديد نقطة هنا أريد أن أشير لها، رغم أنه أرسل دعم، طبعا الاتحاد الأوروبي أرسل، بعض الدول الأوروبية أرسلت، أنا أتحدث عن المساعدات وليس الفرق الإغاثية، ولكن هذه المساعدات التي أرسلها كل الاتحاد الأوروبي لا توازي يعني دولة عربية واحدة أرسلت كقطر مثلا مساعدات، وبالتالي مساعدات رمزية جدا. وهنا نقطة إضافية، أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة التي نحن نتحدث فيها لم يوصل أي شيء للشمال السوري المنكوب، فقط شعارات، فقط تنظير إعلامي وبيانات، نعم، واعتذارات لا قيمة لها على أرض. سأعود إلى موضوع سوريا، لكن أنت تلفت الآن إلى نقطة مهمة، والشعب التركي يرصد الآن من يساعده ومن يخذله، يعني لماذا برأيك يعني هناك موقف يبدو مختلفا للاتحاد الأوروبي في الاستجابة السريعة للاستجابة الإنسانية؟ هو شعارات أستاذ الكريم، هو شعارات، يعني هو لم يقدم أي مساعدة لا لتركيا ولا لغير تركيا في السابق فيما يتعلق بأزمات وكوارث طبيعية. يعني هو فقط شعارات ينظر على البشرية، يحاول أن يقدم نفسه أنه هو الشعب المختار على كوكب الأرض وأن الحضارة موجودة عنده فقط، وإذ بنا نكتشف مع كارثة الزلزال في تركيا والشمال السوري أنه ليس صاحب الحضارة، وأن من هب فعلا وأثر إيجابا فعلا لمداوات جراح المنكوبين في تلك المناطق هي الدول العربية والدول الإسلامية وكثير من الدول الآسيوية وخاصة الإسلامية، منها كذلك بعض الدول الفقيرة في أفريقيا أرسلت مساعدات وما زالت ترسل، خاصة فيما يتعلق بالحملات الشعبية. ولكن على الصعيد الرسمي الأوروبي برأينا نحن كشعب
كمواطنين عاديين هنا في تركيا لا نرى أنه قدم ما يجب أن يقدمه في مثل هذه الكارثة أو مثل هذه الكوارث على الإطلاق، نراه أنه قصر كثيرا. هل يمكن أن نربط بين هذا التقصير أيضا وبين قضية أنه هناك حملات صحفية أحيانا تحاول مهاجمة تركيا في هذه الكارثة؟ يعني مثلا الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة شارلي إبدو الفرنسية. يعني هي حقيقتهم أستاذ الكريم، هذا الكاريكاتير الذي انتشر وردت عليه الكثير من الصحف التركية وبعض حتى الرسامين العرب فيما يتعلق بالرد المماثل، يعني يعني هي تكشف حقيقة هذا الغرب المتطرف أو جل هذا الغرب المتطرف الذي اليوم يعني يتاجر بدماء عشرات الآلاف من الضحايا لأجل أن يوصل رسائل سياسية للجانب التركي، استهزاء من قبل هذه الصحيفة الفرنسية بدماء عشرات الآلاف يؤكد اليوم أن هذا الجانب المتطرف من الاتحاد الأوروبي لا يراعي لا مبادئ إنسانية ولا مبادئ حقوق إنسان على الإطلاق، ويرى اليوم بعينه الناقصة الشعوب الأخرى أنها شعوب أقل منه درجة، وبالتالي على الإطلاق بكل تأكيد اليوم هي فضيحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي برأينا. هنا كثير من أبناء الشارع التركي يتحدث بهذا النفس أن الاتحاد الأوروبي كشف مرة جديدة أو كشفت يعني صورته مرة جديدة جراء هذه الكارثة، أنه لم يتعامل معها بالقدر الذي كان من المفترض أن يتعامل معها، لا ثقافيا ولا إنسانيا ولا سياسيا ولا إغاثيا ولا من أي ناحية من النواحي، فقط بيانات لا قيمة لها على الإطلاق. في المقابل هناك مواقف يعني كبيرة في الدعم إلى تركيا خاصة مواقف الشعبية، شاهدنا امرأة تتبرع في بورما وتجمع تبرعات من مخيمها، خطيب أفريقي يتكلف اللغة التركية من أجل أن يقدم دعمه للأتراك، يعني كيف تفسر مثل هذه الظواهر المتضامنة مع الأتراك؟ يعني إذا أردنا أن نذكر كل الظواهر سيد الكريم نحتاج لساعات. مشاهد رائعة جدا من أقصى آسيا إلى إفريقيا إلى بعض الدول في القارة الأمريكية اللاتينية إلى الدول العربية وإلى حتى الدول في البوسنة في شرقي أوروبا، وبالتالي هذه المشاهد اليوم برأيي هذه الشعوب تعيد اليوم الجميل لتركيا، تركيا التي وقفت مع آلام تلك الشعوب على مدى سنوات كثيرة ماضية، نرى أن أبناء الشعب التركي عند كل المناسبات والأعياد وخاصة الدينية منها يسافر عشرات الآلاف من أبناء الشعب التركي وخاصة الشباب منهم إلى تلك الدول ليمضوا المناسبات مع تلك الشعوب الفقيرة ويقدموا ما يمكن أن يقدموه لهم، وبالتالي تلك الشعوب اليوم برأيي تعيد الجميل لتركيا وأيادي بيضاء تركيا على مدى سنوات، ووحدة ترسم تلك الشعوب رغم آلامها رغم فقرها في كثير من الأماكن، ولكن ترسم وحدة اليوم إسلامية وعربية وعاطفية جميلة جدا برأيي رغم مأساة الكارثة كارثة الزلزال، ولكن نرى صورة مشرقة من الوحدة حاليا غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، وليس فقط لأنها تركيا ولكن اليوم تركيا تمثل جزء كبير من العالم الإسلامي، وبالتالي نرى كل هذا التعاطف وكل هذه المحبة من تلك الشعوب وتلك الدول للجانب التركي وكذلك بطبيعة الحال لكل المتضررين. نعم، رسميا أيضا كانت هناك دعم من الحكومات العربية والإسلامية لتركيا، كيف سيؤثر ذلك أيضا في مجال العلاقات السياسية بين تركيا وتلك الدول؟ يعني نتوقع أن يؤثر إيجابا بكل تأكيد، يعني الدول التي لديها علاقات مع تركيا علاقات استراتيجية وكبرى ومتينة كدولة قطر على سبيل المثال، بكل تأكيد ما قامت به قطر سيعزز العلاقات أكثر وأكثر، لأن هذه رسالة إيجابية من الشعب القطري والحكومة القطرية وأمير قطر، كذلك ما قامت به كل الدول العربية الأخرى من الجزائر إلى السعودية إلى الأردن إلى الإمارات إلى عمان إلى الشعب اليمني كذلك إلى مختلف الدول إلى العراق، لا يعني ربما لا أريد أن أنسى أحد، ولكن كل الدول العربية دون استثناء وكل الشعوب العربية قدمت ما يمكن تقديمه للجانب التركي ولإغاثة المنكوبين،
يعني قبل قليل هنا إشارة أيضا فيما يتعلق بدولة قطر، حتى قطر لدرجة أنها ترسل طائراتها العسكرية إلى دول أخرى، إلى دول ثالثة لتنقل المساعدات إلى تركيا. وبالتالي هذه لفتة جميلة اليوم حصلت من دولة قطر. برأيي هذا التعاطف الكبير وهذا التضامن الكبير الشعبي وفي الخليج العربي بالتحديد، كل دول الخليج العربي، الكويت كما ذكرت قبل قليل، يعني تضامن هذا كله يؤثر في ميزان العلاقات الدولية سيد حمزة تكين؟ طبعا طبعا سيؤثر إيجابا في ميزان هذه العلاقات، خاصة مع تركيا. تركيا لن تنسى، خاصة على الصعيد السياسي أتكلم، لن تنسى برأيي هذا التضامن العربي الرسمي، خاصة الرسمي معها في هذه المحنة وفي هذه الكارثة. ما أرسلته الدول العربية من مساعدات بالتحديد ومن فرق إغاثية ساهم كثيرا بتخفيف الآلام على أرض الواقع. كثير من الفرق العربية أنقذت مواطنين أتراك من تحت الأنقاض. كثير من المواد الإغاثية العربية التي أرسلت إلى تركيا ساهمت كثيرا بتقليل الفاجعة في لحظاتها الأولى. نعم، دعنا نتحدث بخصوص عمليات الإنقاذ. في أي أجواء تسير هذه العمليات؟ وكذلك ما هي فرص العثور على ناجين بعد كل هذه الأيام من الكارثة؟ يعني حصلت معجزة قبل قليل، قبل ساعتين أو ثلاث ساعات تقريبا، أنقذت فتاة صغيرة في العمر تقريبا 17 عاما من تحت الأنقاض في الجنوب التركي. وبالتالي هذا يشير إلى أن الفرق الإنقاذية لم تفقد الأمل رغم كل هذه المدة من وقوع الزلزال. معجزات كثيرة ربما نحتاج لكثير من الوقت في المرحلة المقبلة للحديث عنها، حصلت خلال الأيام الماضية لإنقاذ الأرواح، لإنقاذ عوائل كاملة في بعض الأحيان من تحت الأنقاض. وبالتالي كان هناك عمل جبار من قبل الفرق الإنقاذية التركية والفرق الإنقاذية التي أتت من مختلف دول العالم، فعلا أنقذت الكثير الكثير من الأرواح. تقريبا عدد الذين انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض تجاوز 110,000 شخص، وبالتالي هو رقم كبير جدا. هؤلاء كانوا ليموتوا لولا أن الفرق الإنقاذية لما قامت بعملها بشكل ناجح وبشكل جبار وبإرادة صلبة قوية جدا. وبالتالي هم الجنود الحقيقيين في هذه الظروف. ما هي معلوماتك بخصوص العثور على ناجين؟ هل لا زال هناك الأمل بالعثور أكثر على ناجين في هذه العمليات؟ يعني ما زال الأمل موجود، كما ذكرت قبل قليل تم انتشال فتاة، وبالتالي الأمل ما زال موجود لأن هناك معجزات تحصل. فرق الإنقاذ التركية خاصة يعني بإدارة آفاد تقول أنه يمكن العثور على ناجين يعني خلال الساعات المقبلة، ما زال الأمل موجود. وبالتالي هذا ما يمكن أن نراه يعني في الساعات المقبلة هذه في هذه الولاية أو تلك الولاية، كما ذكرت، لأن العمل جبار على أرض الواقع. فعلا عمل، يعني من زار تلك المناطق من الصحفيين والإعلاميين يستطيع أن يدرك حقيقة ما أقوله الآن. نعم، بخصوص العمل الطوعي، لو انتقلنا إلى هذه النقطة سيد حمزة تكين، كيف تابعت الأعمال التطوعية في هذه الأزمة، وكيف مشاركة أيضا الأتراك مع المقيمين في هذا البلد لإغاثة المنكوبين سواء في تركيا أو سوريا؟ برأيي أستاذي الكريم يجب أن نكون في المرحلة المقبلة أمام يعني فرصة لاستخلاص العبر من هذه الكارثة. رأينا مشهد تضامني خاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي رهيب جدا، مراكز الجمعيات الأهلية التركية الرسمية وغير الرسمية يعني غصت منذ اللحظات الأولى للزلزال بالمتطوعين الشباب والرجال والشيوخ. رأينا مطار إسطنبول الدولي في اليوم الأول من الكارثة لا يوجد مكان لتمشي في باحة المطار نتيجة عدد المتطوعين. كذلك المتطوعين على أرض الواقع حتى من المنكوبين الذين لم يتعرضوا لضرر جسدي شاركوا بالعمل التطوعي. وبالتالي هذه ملحمة كبيرة ورسالة كبيرة من أبناء الشعب التركي رسمت في بعض المصارف لهذا التبرع المادي. يعني مثال، في بعض المصارف إذا ذهبت لتتبرع لهذه الهيئة أو تلك الهيئة بشكل شخصي يعني بعيدا عن العمل الإلكتروني تحتاج لساعتين وثلاثة وأربعة لتصل إلى الموظف وتتبرع، نتيجة الحجم الكبير والكثافة الكبيرة من الناس التي أتت لتتبرع. كثير من العمال، يعني قبل قليل كنا نتحدث نحن نريد أن نبني بعض المدن المتعلقة بالمباني البيوت المؤقتة في المتنقلة في الجنوب التركي والشمال السوري. بعض العمال الذين سيبنون هذه
المباني يعني سيصنعونها هنا في إسطنبول ثم ننقلها لتلك المناطق، رفضوا أخذ الأجرة اليومية وقالوا العمل سيكون تطوعي. يعني مشاهد كثيرة الوقت لا يتسع لذكرها، ويبدو أنه درس الآن، يبدو أنه درس مشرقة. يحتاج يعني درس الاستفادة من هذه الروح التي تحب الخير والإغاثة للمنكوبين. درس برأيي، درس اليوم قدمه الشعب التركي. لننتقل للجزء الثاني من هذا الدرس، وهي التضامن من الجاليات الإسلامية والعربية في الداخل التركي الذين يقيمون على الأراضي التركية. حقيقة رأينا تضامن رهيب وتضامن غير مسبوق من قبل شباب الجاليات العربية والجاليات الإسلامية بكل مكوناتها وبكل الجنسيات، بكل الجنسيات. ولكن أريد، لأننا نتحدث على هذه القناة الكريمة، أخص الجالية اليمنية بكل تأكيد بالشكر الجزيل للعمل الجبار التي قامت به. كثير من الإخوة اليمنيين تواصلوا معي شخصيا لتقديم العون وتقديم المساعدات. أرسلت لي الكثير من المقاطع المصورة والصور التي صورها الإخوة اليمنيون في إسطنبول وغير إسطنبول في الداخل التركي، وهم يقومون بجمع التبرعات ليرسلونها إلى المناطق المنكوبة. وهذه الصورة من الجالية اليمنية نفسها رأيناها مع كل الجاليات العربية في الداخل التركي، كان السفير الجاليات تأثير. السفير اليمني كان قد رأس لجنة للطوارئ والإغاثة مع الجالية اليمنية من أجل إغاثة المنكوبين. كيف تابع الشعب التركي هذا الدعم من قبل اليمنيين، من السوريين، من المصريين، من غيرهم المقيمين في تركيا، وهذه الاستجابة السريعة أيضا لدعم المنكوبين؟ يا سيدي، إذا أردنا أن نتابع، وأنا سمعت كثيرا من الأتراك على أرض الواقع وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة أولا بالجاليات وهبة الجاليات العربية والإسلامية، إشادة كبيرة بالمساعدات بشكل عام التي أتت من الخارج، وإشادة بفرق الإنقاذ العربية والإسلامية. حقيقة هناك إشادة كبيرة بهذه الفرق. توديع اليوم على سبيل المثال، تم توديع الفريق السوداني بحفل بهيم، بحفل فيه الكثير من الحب والعاطفة، ودعه الأتراك في مطار إسطنبول. كذلك رأينا الفريق الجزائري وما يقوم به، كذلك رأينا فريق سلطنة عمان، الفريق الكويتي، الفريق اللبناني من الجيش اللبناني الذي أنقذ العديد من الأرواح من تحت الأنقاض، كذلك رأينا فريق أردني، وبالتالي دول عديدة، دول كثيرة، فريق إغاثي من العراق، فريق إغاثي من قطر، من السعودية، من الإمارات. كل هذه الفرق تلقى، وكل هذا الأمر يلقى إشادة كبيرة من أبناء الشارع التركي والمواطنين الأتراك. تبقى بعض الصور الأصوات النشاز بكل تأكيد، ولكن هذه الأصوات النشاز هنا أو هناك لا نعطيها أي أهمية. نحن نسير بطريقنا بوحدتنا وبعملنا لنكون مؤثرين بشكل إيجابي، وبالتالي تخفت تلك الأصوات النشاز مع الوقت لوحدها. هي تخفت، ولكن تحاول أن تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثلا للتحريض ضد السوريين، ضد العرب في تركيا. برأيك يعني ما هو السبب خلف مثل هذه التصريحات التي تحاول يعني صب زيت في ماء يحاول أن يغيث الناس؟ يعني هناك شيء من العنصرية بكل تأكيد، ولكن برأيي ليست فقط العنصرية، يعني هناك سبب آخر برأيي. أولا قضية أن هناك جهات خارجية تدعم هذه الفئات النشاز للاستمرار بهذه الأنواع من المنشورات وهذه الأنواع من التصريحات، كما تفضلت صب الزيت على النار وإشعال الفتن والخلافات، وبالتالي يعني تخريب الجو الأمني العام في البلاد وإثارة النعرات والمشكلات، وبالتالي يسعد اليوم الآخرون، يسعد أعداء تركيا ويسعد أعداء الشعب التركي، وبالتالي ندخل في دوامة. ولكن هناك صد كبير من قبل الأتراك لهذه الأصوات النشاز، حتى أن أحد أفراد الجيش التركي صور فيديو ونشر كيف تساهم الجاليات العربية وخاصة السورية بأعمال الإغاثة. وبالتالي نحن نرد على هذه الأصوات النشاز، لن نسمح لها بأن يكون صوتها أعلى من صوتنا. صوتها موجود، ولكن لن يكون أعلى من صوتنا على الإطلاق، وسنحاربها بكل الطرق وبكل الأساليب. ونقطة أخرى أيضا، أن ليس كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات حقيقية وهي حسابات لأفراد ولأشخاص حقيقيين. كثير من هذه الحسابات تدار من خارج تركيا ومن خارج العالم العربي، وكثير من هذه الحسابات تدار من قبل أعضاء من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي وكثير من أعضاء تنظيم PKK الإرهابي لزرع الفتنة وزرع الخلافات بين العرب والأتراك. تنظيم PKK أو مؤيدو تنظيم PKK أستاذ الكريم، أمس مساء أحرقوا مساعدات كبيرة جدا هائلة
في ألمانيا أحرقوها. هذه المساعدات جمعت لأجل اللاجئين من هذا الزلزال في تركيا وفي سوريا. هذه التنظيمات الإرهابية التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لزرع الفتن، لذلك يجب أن نكون حذرين من الخوض في مثل هذه الحملات، وأن يكون ردنا ليس على الحسابات الوهمية بل على الأشخاص المعروفين حقيقيين، ليس بالشتائم وليس باللعن بل بالحكمة، ليكون صوتنا الإيجابي أفضل من صوتهم، وبالتالي هم يخفض صوتهم ونحن صوتنا الإيجابي يبقى عاليا. وهناك تصريحات أيضا من وزير الداخلية التركي في محاولة رفض هذه الأصوات العنصرية، لكن هل هناك ملاحقات قانونية ربما تدشن ضد هؤلاء الذين يحاولون إثارة الفتن في هذه المرحلة؟ دشنت فعلا أستاذ الكريم. أستطيع أن أتحدث عن عمليات توقيف حصلت في بعض المناطق في بعض الولايات التركية، خاصة في ولاية مرسين وأضنة. كثير من الأشخاص هم الأتراك، وليس لا أتحدث عن غيرهم. الأتراك تم توقيف العديد منهم نتيجة نشرهم ما يثير الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي والعنصرية والخلافات بين أبناء المجتمع أو بين الأفراد الذين يعيشون على هذه الأرض، وبالتالي فعلا بدأت عملية الملاحقة الأمنية والقضائية. وبالتالي أرسل رسالة من هنا أن لا نخوض بمثل هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، ولن تسمح تركيا لهذه الشعارات العنصرية وهذه المحاولات لزرع الفتن بالانتشار. جميل، أذهب إلى نقطة أخرى أستاذ حمزة تكين، تتعلق بالمساعدات إلى الشمال السوري. هناك معوقات، تتحدث الأمم المتحدة عن معوقات لوجستية، كيف تقرأ يعني قضية أن هناك تأخر في وصول المساعدات إلى الشعب السوري؟ يعني برأيي لو تسمح لي أن نقول للأمم المتحدة، يعني لتصمت قليلا، هي والاتحاد الأوروبي لم يساعدوا الشعب السوري على الإطلاق، رغم الدمار الذي حصل في الطرقات، ورغم الضرر الذي حصل في بعض المعابر بين تركيا والشمال السوري، ورغم الطقس السيء جدا في ذاك اليوم، رغم كل هذه الظروف يوم الزلزال أرسلت تركيا مساعدات. رئيس هيئة الإغاثة التركية إيهاها، وليس مجرد موظف عادي، الرئيس شخصيا دخل في اليوم الأول إلى الشمال السوري وأرسل مساعدات وقاد عملية مساعدات وأطلق نداء للعالم لمساعدة الشمال السوري. المساعدات للشمال السوري حتى هذه اللحظة أرسلت فقط من تركيا ومن دول عربية، فقط من تركيا ومن دول عربية على رأسها قطر والسعودية. هل هناك مغازي سياسية من خلف هذا التعطل لوصول المساعدات الأممية؟ يعني الأمم المتحدة حتى الآن أستاذك حتى الآن لم تقر مساعدات للمدنيين في الشمال السوري المنكوبين من الزلزال، لم تقر أي شيء. ما دخل إلى الشمال السوري خلال الأيام الماضية هي مساعدات مجدولة مسبقا ولا علاقة لها بالزلزال أبدا، وبالتالي العالم اليوم ترك المدنيين السوريين المنكوبين في الشمال السوري لمصيرهم، لا أحد يساعدهم اليوم إلا تركيا وبعض الدول العربية فقط لا غير، وقليل من الدول الإسلامية غير العربية، ولكن المجتمع الدولي هذا صاحب الشعارات الإنسانية الذي يتاجر علينا بهذه الشعارات لم يقدم حبة رز واحدة حتى الآن للشمال السوري. يعني يبدو أن الانتقادات التركية للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا، يبدو أن الآن وجدت تركيا دليلا إضافيا لسقم هذه المؤسسات. طبعا يا أستاذ الكريم، دليل إضافي اليوم على عقم هذه المؤسسات، على أن هذه المؤسسات مجرد مؤسسات إحصائية تمارس العمل الصحفي. يعني أنا لست مضطرا لأسمع رئيس منظمة الصحة العالمية قبل قليل وهو يدعي ويقول ويصرح أن هناك أزمة كبيرة في الشمال السوري وأن هناك أزمة في الجنوب. ما على يعني أنت من أنت حتى تأتي وتصف؟ نحن نصف كمتابعين كصحفيين، نحن هذا عملنا، نصف الواقع، ولكن أنتم كمسؤولين عليكم أن تتحركوا بقرارات وإجراءات لإغاثة الناس، ولا يعني لا أن تمارسوا العمل الصحفي على أرض الواقع، من مجلس الأمن إلى كل منظمات الأمم المتحدة إلى كل منظمات الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت لم يقدموا أي شيء ملموس ومؤثر إيجابا بالنسبة لتركيا إغاثة، ولم يقدموا أي شيء صفر بالنسبة للشمال السوري. طيب الآن الجمعيات مثل إهاها وحجر الصدقة وغيرها من المنظمات التي تعمل، هل يمكنها أيضا الآن الدخول إلى الشمال السوري، وهل يمكن لمن يريد المساعدة والتطوع أن يعمل معهم؟
طبعا هذه المؤسسات والهيئات دخلت منذ اليوم الأول للزلزال وهي ما زالت موجودة. نحن دخلنا إلى الشمال السوري، أمس كانت لدينا اجتماعات في مقر جمعية حجر الصدقة في إسطنبول، وتقرر إنشاء عدد من المدن المؤقتة من المنازل المتنقلة في الجنوب التركي وكذلك في الشمال السوري، وبالتالي كثير من الجمعيات التركية تعمل في الشمال السوري وترسل المساعدات. سيتم إرسال الآلاف من المنازل المتنقلة من قبل تركيا إلى الشمال السوري. أيضا هناك الهلال الأحمر القطري يعمل بشكل كبير ومؤثر في الشمال السوري، كذلك الجانب السعودي يرسل مساعدات مؤثرة في الشمال السوري، والكويت تعمل في هذا المجال. وبالتالي كما ذكرت اليوم من يدعم حقيقة على أرض الواقع وفق الإمكانيات ربما بالنسبة لتركيا، لأن تركيا أيضا مصابة وجريحة وهناك كارثة. نعم. 11 ولاية تم إعلانها أنها ولايات منكوبة، وبالتالي العمل موجود، ولكن تركيا لم تنسى رغم مأساتها رغم جراحها رغم 35,000 ضحية، لم تنسى الشمال السوري وهي تقف إلى جانب الشمال السوري لتدعمها. ونحن سنعود مجددا خلال الأيام المقبلة وسندخل مجددا إلى الشمال السوري لإغاثة المنكوبين هناك وأهلنا من الذين نسيهم العالم ويكذب عليهم العالم منذ 10 سنوات أو أكثر. شكرا لك أستاذ حمزة تكين على هذه الفرصة في مثل هذه الظروف للقاء الخاص مع قناة المهرية، شكرا جزيلا لك. والشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على المتابعة. حفظ الله تركيا وسوريا وكل من تضرر في هذا الزلزال ولا أعاده الله على هذه المناطق. إلى اللقاء.